لا كيسيون فيسبوك ديالكم نتوما جلال قال لك علاش كتشفر فلوس ديال الدوله؟ حنا اليوم الجمعه ياك انا ما بغيتش ندعي ولكن غادي نقول كل واحد الله يخلصو على نيته. واخا راه جو سوي طونتي باش نمشي اكثر من هكا وندعي في واحد فينا لا سوء الظن ديالو هو ولا هادشي باش كيتهمني به اليوم. هاد الشاب هذا كيهضر ربما بغيرة على البلاد وبغيرة فهادشي غادي يشفع عليه وغادي نستحضر هاد الكلمة هادي كل واحد الله يخلصو الله على نيته في هاد اليوم الجمعة. ديما استحضرتي دايوغ التوب ديال السمانة سي شكرا سي نائب الثقيف. بالحقيقة أنا دابا كنستحضر واحد القولة شهيرة ديال وسمح لي نقولها كنهضر معاك بالقلب كيما هضرتي معايا بالقلب إن لم تستحيف على ما شئت. هذه في البرلمان هذه السمانه هذه استحضرتي ديال اذا لم تستعيف فعل ما شئت. هذه بوكو دو كومونتير ابري كاين اللي قالك ما كانش عليك تقولها علاش قلتيها كاين كيقول اول مره تقات في البرلمان. لا اول مره تقات في البرلمان يمكن كانت كرد فعل على اشياء على اتهامات. اول خطره كتقال في البرلمان يعني ما يمكنش انا نجي انا يمكن غلط يمكن ما نتوفقش يمكن ما نجحش في المهمه ديالي ولكن باش نتهم انني كنبيع الوهم للمغاربه فالمغاربه عندهم ذاكره وكيعرفوا شكون اللي باع لهم الوهم. انا يلاه جيت السنه هذه ويلاه ادبر مرحله ما بعد بيع الوهم للمغاربه. ما تنساش يلاه تفكينا من العقده ديال كريز ما تنساش يلاه عجبنا فريق عجبنا ناخب وطني يلاه بدات 3 شهور هذه اذا صعيب نبيع الوهم للمغاربه. وانا قبل لا نمشيو للكاس افريقيا قلت بالحرف وفي القبة البرلمان الموقرة قلت أنا لا أعيد المغاربة بالنتائج. عرفتي علاش؟ حيت عارف شنو عندي في الخبيه ديالي عارف بأن النتائج لي با بوغمان عارف بأن كينتظرنا عمل قاعدي كينتظرنا التكوين وكينتظرنا واحد النفس طويل باش نقدروا نوصلوا للنتائج. إيت راديو إيت راديو 100% ميوزيك 100% إيت